بمجرد دخول دار الأوبرا المصرية في الحقيقة الإنسان بيشعر بأحاسيس مختلفة ما بين الإحساس بعظمة ورقي المكان والشعور بالفخر والاعتزاز ببلد قدمت الأوبرا والفنون العالمية الرفيعة من 153 سنة وقت ما بناها الخديوي إسماعيل سنة 1869 وقرر أنه يجعل المحروسة أجمل من باريس. الحقيقة إحنا لما فكرنا في آخر حلقات سنة 22 وبداية السنة الجديدة ما لقيناش أجمل من لقاء داخل الأوبرا وعلى مسرحها الكبير مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وتقديم صورة حية من الداخل لهذه المنارة الثقافية العظيمة اللي بتعكس حضارة ومجد المصريين اللي أقاموا قبل قرنين من الزمان أول دولة مدنية عصرية ومنفتحة على العالم. من قلب دار الأوبرا المصرية وفي رحاب الموسيقى والباليه والفن الرفيع يدور حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم.